أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. وبعد، أخواتي الكريمات، في المحاضرة السابقة كنا قد تحدثنا عن مصادر النظم الإسلامية، وقلنا بأن المصدر الأول من مصادر النظم الإسلامية هو القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية المطهرة، المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع القياس. وكنا قد تحدثنا عن المصدر الأول بالتفصيل، والمصدر الثاني أيضا، والمصدر الثالث. أما اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث في المصدر الرابع من مصادر التشريع أو الإسلامي ومصادر النظم الإسلامية، ثم ننتقل إلى نظام آخر، ألا وهو نظام العبادة. زي ما أنتم شايفين يا أخوات، القياس هو إلحاق واقع لم يرد نص شرعي على حكمها بواقع ورد نص شرعي بحكمها لاشتراك الواقعتين في علة هذا الحكم. طبعا القياس كما هو معروف من المصدر الرابع من مصادر النظم ومن مصادر الشريعة الإسلامية. يعني إذا عرض لنا قضاء، أول شغلة يا أخوات بننظر في القرآن الكريم، فإذا وجدنا لهذه الواقع حكما عملنا به، وإن لم نجد نتحول إلى السنة النبوية المطهرة. فإن وجدنا الحكم أيضا في السنة عملنا به، وإن لم نجد نتحول إلى الإجماع. هل المسألة فيها إجماع للعلماء؟ إذا وجد فيها إجماع عملنا به. طب إن لم نجد، ننظر هل يمكن إلحاقها، يعني إلحاق الواقعة التي لم يرد نص بحكمها، هل يمكن لنا أن نلحقها بواقعة أخرى قد ورد النص بشأنها؟ بنشوف. طبعا يا أخوات القياس، يعني إحنا بنقيس شيء على شيء عشان نعطيه نفس الحكم. وبالمثال يتضح المقال. على سبيل المثال المخدرات أو كل ما هو مسكر، سواء رمال غير وغير، كل الأمور الممنوعة شرعا. لو رحنا نقلب القرآن صفحة صفحة وآية آية لم نجد ما يدل على حرمة المخدرات مثلا. في السنة نفس الإشي، في الإجماع نفس الإشي، لكن بالقياس نستطيع أن نوجد حكما شرعيا لما يسمى بالمخدرات أو كل ما يغيب العقل. وهذا الحكم ثابت بالقياس. لا يعني أنه ما دام ما في حكم في القرآن والسنة والإجماع للمخدرات يعني أتبنى القول بإباحتها، لا طبعا لا. إذن لابد من إلحاقها بمسألة أخرى قد جاء النص يعالجها ويبين حكمها. لكن يا أخوات ما بينفع نقيس أي شيء على أي شيء. القياس له ضوابط وله أركان ولا بد من توافرها. وركن الأركان في القياس العلة. إذا تحققت العلة تحقق إيه؟ القياس، أو وجد القياس. ولذلك يتبين لنا أنه أركان كما مر معنا هو الحاق، القياس الحاق واقع لم يرد نص شرعي على حكمها بواقعة ورد نص شرعي بحكمها لاشتراك الواقعتين في علة الحكم. يعني لو سألتكم سؤال، ما هو حكم ضرب الوالدين؟ واحد يجي يضرب أبوه أو أمه لا قدر الله، طبعا هذا يعني سلوك انحراف وغير سوي ولا يصدر من عاقل. لكن نفترض وقع هذا الأمر، واحد بيقول لك يا عمي ما فيش في القرآن ولا في السنة ما يدل على حرمة ضرب الوالدين، كف. بنقول له يا حبيبي ولا تقل لهما أف. طيب الآن التأفيف ماذا يحدث في نفس الوالدين؟ يعني لو أمي قالت لك اعمل الشغلة الفلانية، أوف أنا جاي اللي لقيت من الجامعة مثلا، هو ما فيش غيري في البيت، أوف أنا زهقانة، أوف. قديش هذه الكلمة الأوف بتحدث ضرر وإيذاء نفسي
في قلب الوالدين، مش بس اوف انا بقول كمان، والله يا اخوات النظرة، لو امي قالت لك اعملي شغلة نظرت فيها نظرة ايه يعني كذا، الام تتأذى وبتزعل، ايش هو انا ابنك او بنتك بتعمل فيا كده، صح ولا لا؟ اذا يا اخوات، اذا كان الاف والنظرة بتعمل ايذاء، طيب ما هو من باب اولى، فالضرب اولى بالحكم من التأفيف، اذا كان التأفيف محرما لما فيه من الايذاء، فالضرب اولى بالتحريم لما فيه من الايذاء الاشد. هذا اسم بقوله في علم الاصول، اسمه قياس اولوي، قياس اولوي، اذا كان اولى بالحكم، يعني الضرب اولى بالحربة من التأفيف. ليش؟ لانه الضرب يحدث ايذاء اشد، اذا كان التأفيف بيحدث ايذاء، فما بالكم الضرب. طبعا يتبين من ذلك انه القياس له اربعة اركان، اللي الاول الاصل، وهو ما ورد نص شرعي بحكمه ويسمى ايضا المقيس عليه. خلينا احنا نكتب الاركان، وكمان يا اخوات نجيب المثال الوارد في القرآن الكريم ونقيس عليه مثال المخدرات. يعني مثلا اركان القياس، واحد الاصل او المقيس عليه، اثنين حكم الاصل، ثلاثة الفرع، يعني الفرع اللي ملوش حكم بدنا نقيسه على الاصل، اربعة العلة، وهي يعني هي العلة هي اساس القياس، واكبر الاركان يعتمد عليها القياس. في عندنا حاجة اسمها نتيجة القياس واثره، او ما هو المترتب على هذا القياس. الان الله سبحانه وتعالى اعطى الخمر حكما في القران الكريم، يا ايها الذين امنوا، تفضلي. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اذا الشريعة الاسلامية حرمت الخمر، طيب لماذا حرمت الخمر؟ ما هو سبب تحريم الخمر؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ تذهب العقل، تغيب العقل، تستر العقل، تسكر للإسكار. ما هو الإسكار ايه يعني؟ الإسكار تعطيل العقل وتغييب العقل وستر العقل. إذن جاءت الشريعة بتحريم الخمر لما فيه من الإسكار. إذن الأصل الذي ورد نص يدل على حكمه إيه هنا؟ الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكمان العلماء بيقولوا صيغة الاجتناب يعني بتدل على القوة في التحريم، ليس كمثل لا تفعل، لا تفعل يفيد التحريم، لكن اجتنب يعني هذه مبالغة في التحريم. طيب ايش حكم الخمر اللي جاءت الشريعة فيه؟ الحرمة. طيب ايش الفرع الذي لم يرد في التشريع حكم له وبدي انا اقيسه على غيره؟ النبيذ. المخدرات مثلا، الترمال، البنج، كل ما يستر العقل، او كل سائل او علاج او غيره يدخل الانسان في غيبوبة. طبعا انا بعني في الوضع الطبيعي، لكن ممكن فينا الانسان يحتاج الى البنج لاجراء العملية، انغيبوا عن الوعي تماما، هذا مفروغ منه، هذا لا يتعلق به حكم او منع. انما نحن نقول المخدرات مثلا تستر العقل وتذهب العقل، ايش حكمها؟ ما فيش لها حكم، بدنا نضطر نقيسها
إذن الفرع هنا إيه؟ المخدرات. طيب إيش العلة الجامعة؟ الإسكار في كل وذهاب العقل. الإسكار هو الإسكار يعني ذهاب العقل. هيك يا أخوات، هي أصل مقيس عليه حكم الأصل. الفرع اللي هو المقيس تجيب المخدرات، الترمال، أي كل ما يسر العقل. العلة يذهب العقل أو الإسكار. طيب من إجراء هذا القياس إيش نتيجة القياس هذه بتظهر؟ حرمة يعني المخدرات، مظبوط الفرع يعني حرمة المخدرات. يبقى إيش حكم المخدرات؟ إيش حكم المخدرات؟ لو واحد سألني حرام، طب بماذا ثبت التحريم؟ بالقياس، قياسا على حكم الخمر، لأنه في علة جامعة بين اللي هو الأصل والفرع. هذا ما يسمى يا أخوات بالقياس. بنقول الأصل وهو ما ورد بحكمه نص مثل الخمرة، ويسمى أيضا المقيس عليه الفرع، وهو الشيء الذي لم يرد بحكمه نص ويراد تسويته ويراد قياسه ويراد إعطاء نفس حكم الأصل، حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد النص به في الأصل. العلة وهي الوصف أو السبب الذي بني عليه حكم الأصل، يعني لابد من وجود العلة. طبعا أخوات القياس، أركان القياس، يعني لابد أن تتوفر الأركان الأربعة. بتعرفوا لو انخرم أو فقد ركن من هذه الأركان الأربعة انتهى القياس، لا يمكن إجراء القياس، لأنه ركن الشيء أساس يعني بيقوم عليه. يعني إحنا أركان المشي عندنا القدمين، لو واحد فقد قدم فيش إمكانية يمشي، فيش إمكانية يمشي طبيعي. إذن أركان الشيء هي مكونات هذا الشيء، وإذا فقد يعني ركن انخرم الشيء. ودرست هذا الكلام في فقه العبادات لما قلنا لكم أركان الصلاة. بتعرفوا لو الإنسان فقد ركن من الصلاة، الصلاة مالها؟ بطلت، انتهت، التغت، ليس لها وجود. إذن القياس مسألة بسيطة وسهلة، لكن يعني بالنسبة للمتخصصين في الكليات الشرعية القياس يعني من أصعب المساقات الأصولية اللي احنا بندرسها. لكن احنا بيعنينا يعني الأخوات الكريمات يكون عندهم فكرة عن المصدر الرابع من مصادر التشريع. نيجي اليوم إن شاء الله، تفضلي. تمام. الدخان يا أخوات، شوف علي أقول لك شغلة. الدخان إحنا ما بنعملش فيه بالقياس، ولكن هناك أدلة تثبت يعني تحريم الدخان. ليش؟ لأنه هذه الأدلة لم تتناول الدخان بشكل يعني مباشر، لكن تناولته بشكل غير مباشر، indirect يعني بشكل غير مباشر. يعني مثلا اللي بيقول لي الدخان، ما هو حكم الدخان؟ بقول له يعني قام الإجماع من العلماء على تحريمه. ليش؟ لأنه هناك أدلة بعيدة لم تدل عليه نصا، لكن بعموماتها تناولت التدخين، يعني لا ضرر ولا ضرار. عارفة إيش معنات لا ضرر ولا ضرار؟ يعني لا تفعل ما يضر بنفسك ولا تفعل ما يضر بغيرك. ولا في الأصول الفقه، لا يعني ناهية، بتنهي، لا ضرر ولا ضرار، يعني ألا تفعل الضرر بنفسك وألا تفعل الضرر بغيرك. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طب نيجي للتدخين، للدخان. أول شيء بيضر بالإنسان، واليوم في إحصائيات علمية قال لك نسب كبيرة من الذين يصابون بسرطان المعدة والمريء والرئتين يعني أسباب إيه؟ التدخين. هذا واحد. ثاني شيء يعني اللي يؤثر على الآخرين بالسلب يا أخوات. المفترض حتى لو الإنسان ابتلي بهذا الأمر، حتى لو الإنسان ابتلي بهذا الأمر ما يدخن في بيته وما يدخن بحضور أسرته أولاده الصغار، لأنه التدخين السلبي بيقول أهل الطب يؤثر أكثر ضررا من التدخين أو المدخن نفسه. أيوة،
يعني على سبيل المثال يا أخوات، كمان الإنسان مش لازم يعين الناس على التدخين. يعني أنا والدي ابتلي بالتدخين، لا يمكن أسمح لنفسي أن أشتري له إيه الدخان، مع العلم أنه أنا يعني بعطيه ما يستحق أو حقه علي في النفقة والمال وتفضل. لكن لو قال لي اشتري لي جروس دخان وانت جاي من الجامعة، فيش إمكانية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية، وهو يعلم ذلك جيدا. يعني لا يمكن أن يقول لي في يوم من الأيام ايتي لي بإيه بعلبة سجائر، يعرف أنه إيه أنا وقاف عند حدود الله. يعني حقه تفضل، تفضل يا حج، هاي فلوس أنت إيش بدك يعمل فيها. لكن إيه طبعا لم أستسلم. يعني رحت يا أخوات، يعني أنصح وأوجه الوالد وأنصح له، ولما يعني أصل معاه في درجة أشوفه مش قادر يتحمل أو زعل، بروح بأقف على طول. صحيح أنا بدي أستخدم، إذا كان أنا مأمور باستخدام الأساليب المختلفة والأساليب اللينة مع الناس، فما بالكم مع الوالد؟ الوالد والوالدة إلها إيه خصوصية كمان. يعني إذا كان إحنا مع الناس الغرباء لما بدنا نؤمر بالمعروف وننهي عن المنكر، أيوة لازم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب فما بالكم هذا إذا مع الغرباء؟ طب مع الأب والأم هاي لهم خصوصية أكثر. حتى رحت أدعو له في صلاتي، لما ما قدرتش بالنصح والتوجيه والإرشاد والكذا والإيماء والتصريح، أحيانا إيماء أحيانا بأشوفه عصب وكذا، ما قدرش أقول له أحج دخان وما دخان واصل معه، فكنت إيماء أحيانا تصريحا، إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه، قلنا الحمد لله، فهو الآن مسرور. يقول أنا ضيعت 50 سنة من حياتي في الجحيم. إذن يا أخوات، الإنسان ما يستسلم وما ييأسش، لكن بده يستخدم الطرق والأساليب المناسبة. طبعا الدخان يعني إيه أحل أباحة أو أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. الدخان خبيث. إذا كانت التومة، البصل والتومة وهما يعني مباحان، البصل والثومة مباحان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن، ما يجيش يصلي، هيتأذى بجانبه. ما شاء الله، لما يكون الواحد ناكل بصل والثوم ويقف أمام الناس كمان يكون عطيها شوية فجل، يصير إيه؟ يصير تتريعة، ما شاء الله. اللي بيأكل بصل وثوم ما يقربش المسجد، إيه؟ وبالرغم من أنهم إيه مباحان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل البصل والثوم يا أخواتي لما لهما من الرائحة. إذا كان المباح إذا أحدث رائحة له أحكام، فما بالكم الخبيث؟ خبيث على الصحة، وخبيث في المال، وخبيث في الرائحة. أيوة، الإنسان يا أخوات لازم يحافظ على جماله، مش الجمال الظاهر بس، الجمال الظاهر والباطن. دائما الفرشة أبصر إيش الريحة، يعني هيك الأصل في الإسلام، الجمال والنظافة هذا أصل في الإسلام، كل الأدلة قامت عليه. أما اللي بيشرب دخان إيش يغسل؟ والله لو غسل بمعجون وبفرشة كلام فاضي، رائحة نتنة، رائحة خبيثة. ولا يجي لي يولع سيجارة وفي سيارة عامة وكذا فيها حريم وأطفال، هذا مصيبة. كمان من الأدلة الدالة على تحريم الدخان، أيوة، يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفر. تبذير مال، بتعرفوا لو ابني يقول لي بدي 10 شيكل في اليوم مصروف بمزر رقبته. 10 شيكل لماذا؟ إيش بدك تسوي فيها؟ لكن تجد الإنسان بيحرق 10 شيكل على السجاير أفضل ما يكون، فيش إمكانية بانبساط. تفضل، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. طبعا يعني أدلة كثيرة يا أخوات بتدل على حرمة الدخان، لكن مش معنى كلامي إيه من ابتليت بهذا الدخان تروح تعمل ثورة أو تتمرد على زوجها. لا، بدنا إيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما يغلب الإنسان كمان يلجأ إلى الله بالدعاء
لهذا الشخص بالهداية. إذن بنقول يا أخوات واضح الكلام. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث في نظام العبادة في الإسلام ونظام العبادة في الإسلام. طبعا بدناش نظام العقيدة ملغي. ليش؟ لأنه في إحنا بندرسه يعني في مساق مستقل وبتوسع كبير في مساق اسمه دراسات في العقيدة. اليوم هنتحدث إن شاء الله تعالى في نظام العبادة. هنتناول تعريف العبادة، غاية العبادة وحكمتها، خصائص العبادة في الإسلام ومزاياها. طبعا العبادة في اللغة يا أخواتي هي من الفعل عبد، بمعنى خضع وتذلل عليه. فالعبادة هي التذلل والخضوع والطاعة. عبد بمعنى خضع، عبد بمعنى خضع وتذلل وعليه. فالعبادة هي التذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. حتى احنا لو لاحظنا في كتير من العبادات فيها تذلل فيها خضوع، لكن حتى التذلل للمؤمنين، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. يعني هذا الله سبحانه وتعالى بيصف حال المؤمنين كيف بيكونوا على إخوانهم أذلة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيوة. لكن على الكافرين أعزة. لكن للأسف اليوم نرى أن المفاهيم تبدلت، نرى أن المسلمين أو بعض المسلمين بنشوفهم العكس، أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. والله يا أخوات إحنا لما نسافر في المعبر المصري قلة قيمة بشكل رسمي، قلة قيمة ممنهجة. اجلس ساعتين ثلاثة أربعة وفي الآخر يمكن يرمي الجواز فوجك يقول لك ارجع. طب خلي واحد كافر مسيحي ولا يهودي ولا نصراني الشو ولا أمريكي أصلا بيبدأوا يستقبلوه عن باب المعبر، بفرشوا له الأرض ورد أهلا وسهلا، بيقافش في المعبر دقيقة بينختم الجواز تبعه وهو واقف بتنيش رجله بنختم الجواز وتفضل كل احترام وكل تقدير. هل الإسلام قال هيك؟ لا، الإسلام عالم. شفتوا كيف انقلبت الموازين يا أخوات؟ الأصل أنا أخويا المسلم، أنا ذليل للمسلم، عزيز على الكافر. قلبوا الآية هم علينا. انقلبت المفاهيم. إذن التذلل يعني العبادة معناها التذلل. إحنا لما نصلي وين بنحط رؤوسنا؟ بنحطها على الأرض يا أخوات، وبيكون الإنسان في غاية السعادة، في غاية الراحة، في غاية الاطمئنان. أيوة. لكن لو أنا شعرت بخضوع لإنسان أو بشعر بالإهانة على طول بالإهانة. لكن لله رب العالمين شرف، تشريف، اطمئنان، سعادة، أجر، خير وبركة. إذن الفعل هي من الفعل عبد بمعنى خضع وتذلل عليه. فالعبادة هي التذلل والخضوع والطاعة. هي أيضا فعل المكلف على خلاف، أما في الاصطلاح هي فعل المكلف، هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه، أو هي حب الله تعالى والخضوع والتذلل له. بدنا بس نعرج فعل المكلف على خلاف نفسه. الآن أنا لو سألتك، لو قلت لك مطلوب منك 100 شيكل، هل النفس بتجود بال100 شيكل على طول؟ لا، والله نفسي أصلا نفسي بدي أنا أزود ال100 شيكل اللي معي، أخليها 200 و300 و400. وتحبون المال حبا جما. أنت بتقول لي جيب 100 شيكل، حتى لو أعطيتك بدي أخالف نفسي، بدي أقهر نفسي، بدي أجاهد نفسي. أما في الوضع الطبيعي نفسي بدها تزود اصلا، مش تنقص ال100 شيكل، بدها تزودها. لو ادن الفجر فالاربعينية ايش اللي بده يقومني من الفراش؟ طب انا بدي كمان ساعتين ثلاثه، بدي جودفه، بدي كذا، ايش اللي بيجبرني وبيقومني؟ اصلا نفسي تميل الى الراحه. ليش اروح اتوضى في المية الساقعه؟ الوضوء في بالمية الساقعه في الشتاء هذا في كلفه، في مشقه ولا ما فيش في مشقه؟
في مشقة، لكن هذه المشقة حلوة، هذه المشقة محتملة، أنا بإمكاني أنفذها. كويس؟ الآن لو قلنا خلصنا المحاضرة ويلا يا أخوات بسم الله واحدة واحدة من الشباك على طول بدنا ننزل، ليش نروح على الأسانسير؟ إحنا على الطابق الخامس، من الشباك على طول يلا توكلوا الله، أنتوا في الأول وأنا وراكم. لا أنا بديش أكون قدوة، اليوم أنتوا القدوة، أنتوا في الأول وأنا وراكم. إذا أنا كلفتكم بهذا الفعل، هل في إمكانية لتطبيقه؟ محال تطبيقه. والشريعة الإسلامية لما كلفتنا بالتكليفات الشرعية ليس محالا تنفيذها، لكن لا يعني ذلك أنه ما فيش فيها مشقة، فيها مشقة أو فيها تعب لكن ممكن القيام بها. تفضلي. صوم رمضان، تمام، بتعرف صوم رمضان ما بيجي ساعة الإفطار وإحنا بنصير نلف حول نفسه الواحد، لكن قديش شهر رمضان؟ شهرين ثلاثة، هو شهر، هو شهر مقبول، مقبول، ممكن نصومه، ممكن نصومه في طاقتنا نصومه، أيوة في طاقتنا نصومه في عز الجو الحامي، لكن يا أخوات في كلفة، في مشقة، وفي مخالفة للنفس. والله النفس، أنا إيش اللي يجبرني على الصيام؟ لابد من أن أخالف نفسي، لكن مخالفة النفس موجهة وهاذفة، أيوة، أنا بخالف هوى نفسي تعظيما لربي، تعظيما لله، أيوة، أنا بعظم الله بالعبادة، وليس مخالفة النفس يعني لمجرد المخالفة هوى النفس، أيوة. ممكن الإنسان يخالف هوى نفسه لكن الأمور دنيوية، الأمور كذا كذا كذا، إنما العبادة مخالفة النفس ليش؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى أو حب لله. هو إحنا إن شاء الله تعالى نكون جميعا من المحبين لله رب العالمين. أنا لما أحب إنسان، أنا لما أحب إنسان بتلاقوني بحافظ على كل شيء يرضيه، بحرص على انه ايه ما يزعلش مني، صح ولا لا؟ طب ليش ما يزعلش؟ كيف بدي اخليه ما يزعلش مني؟ ايش ما بقول؟ بقول له حاضر، وايش ما بينها؟ بقول له حاضر، عشان اكسب وانال رضا هذا الشخص، صح ولا لا؟ ولو بدي اعاكسه او اخالفه، بخالفه ايه؟ بشيء يعني في النهايه يرضيه، في النهايه لازم يكون راضي. فهذا إذا كان مقتضى الحب البشري هيك، فلله المثل الأعلى. أنا إذا بدي أكون من المحبين لله سبحانه وتعالى أو ينطبق علي حب الله، لابد أن أقوم بالأوامر وأنتهي عن النواهي. يجب على الأخت أن تحرص أن تكون حيث أمرها الله، وأن تفقد حيث نهاها الله، علشان ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا كمان، او هي حب الله تعالى والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. لكن يا اخوات، زي ما قلنا يعني لابد ان يستشعر الانسان بالتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى هو المتفضل علينا. والله يا أخوات لولا فضل الله علينا لم نستطع أن نحرك أعيننا يمنة ويسرى، والله رفعت الإصبع هذا لن أستطيع إلا بإذن من الله، والله لا أستطيع أن أتلفظ بكلمة إلا بإذن من الله وتوفيق الله وتيسيره لنا، صح ولا لا؟ ولا بيقدر الإنسان، لا، ما بيخطو، ما بيتحرك، ما بيهمس، ما بي 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 اي شيء صغيرا ام كبيرا لا يستطيع الا باذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاله العظيم لا بد له من العباده. طبعا بنقول لاخوات، طب ايش هي مجالات العباده؟ العباده بس الصلاه والصوم والزكاه والحج، هذه عبادات؟ لا يا اخوات، العباده كل شيء يقوم به الإنسان تقربا إلى الله وابتغاء مرضات الله. يعني الآن أنتم قاعدين في محاضرة علمية،
بتقدروا تخلوها عبادة ولا بتقدروش؟ بتعرفوا إذا بيتوا النية لله جايين تتعلموا، جايين تستفيدوا من أجل الله عشان تعكسوا هذا العلم وهذا النور وهذا الخير لأبنائكم وخواتكم وبيوتكم ومجتمعكم. لو بيتنا النية في هذا الأمر بيكون لله ويسمى عبادة. التخصص اللي بتدرس هندسة واللي بتدرس علوم واللي بتدرس أصول دين واللي بتدرس شريعة واللي بتدرس رياضيات، علوم دنيوية وعلوم شرعية، بتعرفوا إحنا لو بيتنا النية التقرب ابتغاء مرضات الله بناخد عليها أجر وتسمى إيه؟ تسمى عبادة. طب والله السكوت عبادة، الحديث عبادة، والله لباسي عبادة. تعرفوا أخوات أنا لو ارتديت الزي الشرعي المطابق للمواصفات الشرعية وبيت في نيتي إنه البنات اللي يشوفوني أنا بدي أكون قدوة وأسوة لزميلاتي في الجامعة ويتطبعوا ويتأسوا ويقتضوا بهذا اللباس، صدقوني هذه عبادة ومن أروع العبادات. حتى يعني في خطبة الجمعة السابقة تحدث عن مراتب الأعمال، تحدث عن مراتب الأعمال، أي الأعمال بتقرب الإنسان أكثر إلى الله، أي الأعمال أفضل إلى الله سبحانه وتعالى، أي الأعمال؟ اختلف العلماء قالوا أفضل عبادة لله سبحانه وتعالى أشقها على النفس، أجرك على قدر نصبك، على قدر المشقة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت بتتحين اليوم شديد الحرارة وتصومه، ليش؟ عشان في أجر كثير. القسم الثاني من العلماء قال لك أكثر الأعمال يتقرب بها إلى الله اللي فيها نفع للناس وللآخرين، بموت الإنسان ويجرى عليه عمله. القسم الثالث أو القسم الرابع قال لك القسم الرابع منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة بحسب مقتضى ذلك العبادة، يعني كل وقت له عبادة مفضلة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما زميلاتي يتخاصموا مع بعضهم، بتعرفوا أنا لو رحت حاولت أصلح بينهم وأوفق بينهم فهذا أفضل الأعمال إلى الله في هذه اللحظة. تعرفوا لو جاري صار عنده عزاء وأنا رحت أواسيه وأشيع الجنازة معاه وأقف بجانبه، هذا بيكون إيه؟ أفضل العبادات. والله ممكن صاحبتي تتزوج واروح أنا أقف بجانبها، طبعا لكن مش في ظل صالات الأفراح وغيره، أقف بجانبها وأشد من أزرها وأهنيها بفرحتها وكذا، هذا أفضل أعمال إلى الله. الجهاد، الجهاد عندما تقوم الحاجة والضرورة إليه تكون أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والله أنا لما أجلس مثلا بعد العشاء مع أسرتي أفراد بيتي أشوف أتحسس أمرهم، أنت إيش عملت وأنت وين امتحاناتك وأنت كذا، تعرف هذا العمل أحب الأعمال إلى الله في هذا الوقت. في أثناء الصلاة أحب الأعمال إلى الله أصلي في المسجد. إذن كل عمل كل وقت له أفضلية، وهذا طبعا يعني هو هذا الرأي الراجح لأنه بيقدر يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال، الغني والفقير والعالم والأمي والرجل البسيط والمتعلم والمش متعلم والصغير والكبير والمرأة والرجل، كل منا يستطيع أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة. واضح المفهوم يا أخوات؟ هذا المعنى الراجح والأوسع. إذن مجالات العبادة، العبادة أخوات لا تقتصر على مجال معين، لا يمكن لها أن تقتصر على مجال معين، ولكن كل اللي يعني مثلا الكسب الحلال عبادة، نبذ الأنانية وإيثار الآخرين عبادة، حب الوطن عبادة، حب الوالدين، صلة الأرحام، النفقة على الأقارب. أنا لما بأنفق يا أخوات على أولاد وعلى بنات وعلى زوجتي وأسرتي ووالدي، هذه فيها أجر إن شاء الله تعالى وقربة إلى الله.
إماطة الأذى عن الطريق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه الأمور من قبيل العبادات إذا كانت في سبيل. أقولكم والله تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا بس ما تكونش أنت بتضحك عليها أو تستهزئ فيه. أنا إذا تبسمت فيه إعجابا وإجلالا واحتراما وتقديرا ماشي تمام. إذا بنقول يا أخوات الحديث دائما في الشريعة الإسلامية يعني يخرج بمخرج الغالب. يعني إحنا لو نظرنا للقرآن الكريم لوجدنا يعني كثير من الآيات جاء الخطاب بها بلفظ يا أيها الذين آمنوا. طب والمؤمنات فين؟ داخلين في الخطاب لكن خرج يعني بمخرج العام أو الغالب. والآن لما نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، طب والبنت والأخت؟ وتبسمك في وجه أختك صدقة. طب تبسمك في وجه أخيك في الله مش أخيك الشقيق، إيش حكمها؟ شو بدي أقولكم يا أخوات، بدي أقولكم حاجة، يعني بدي أقولكم حاجة، إحنا بدناش نقف يعني أو بنكون يعني مثلا لما طالبة تتبسم في وجه يعني مدرسها إيش فيها؟ إيش فيها؟ تبسمها في وجه أخيها ما فيها حاجة. وبعدين يا أخوات كل ورني إنما الأعمال بالنيات وإنما، لكن بشرط، ها بشرط، إذا رأت إنه هذه التبسم بده يؤدي أو يترتب عليه مخالفات شرعية أنا بدرأ الفتنة، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أيوة، يعني على سبيل المثال أضرب لكم مثال واقعي من داخل البيوت. الزوجة أو ظهور الزوجة أمام يعني والد زوجها، يعني هم ساكنين في بيت مشترك وأبو زوجها اللي هو إيش بكون عمها، مش لازم تتقيد، بنقول لها بتلبس ملابس البيت وتظهر أمام عمها بهذا المظهر، لكن إذا رأت الفتاة أو الزوجة إنه نظرات عمها غير مقبولة أو قامت قرائن كذا بدها تنحجب عنه، بدها تصير تعامله مثله مثل إيه. إذا أنا كمان برضو لما البنت تواجه أخا لها في الله في الشارع وتبتسم في وجهه كيف بده يفسرها وبماذا سيؤولها؟ طب يمكن يكون عنده حس شرعي يقول طبعا هذه البسمة ممنوعة. أنا التبسم الأخت في وجه شاب لا تعرفه ولا يعرفها هذا منهي عنه ويفتح باب الشيطان. يعني الأمر ليس على إطلاقه يا أخوات. إذا أمنت الفتنة وبضوابط وفي حدود والمسلمة يعني كيسة فطنة تستطيع التمييز بين ما هو جائز وما هو، طبعا ما هي مجالات العبادة قلنا لكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله تعالى سنتحدث في غاية العبادة وندخل إن شاء الله تعالى في باب الأخلاق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.